النادي الاهلي حقق انتصار لاول مره في تاريخ كره السله ان احنا بنفوز بالبطوله العربيه، مظبوط، وده انجاز كبير جدا لاولادنا وللنادي الاهلي. بالمناسبه بقى وحضرتك معانا ان شاء الله بكره على الهواء مباشره، هيكون ضيفي هنا في البيت الكبير اوجاستي بوش المدير الفني، لاول مره الحقيقه هيكون ضيفنا بعد فوزه بالبطوله العربيه وبطوله منطقه القاهره. ان شاء الله يكون ضيفنا على الهواء مباشره بكره ان شاء الله اوجاستي بوش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي.